تعادل ايجابي 1-1 بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا في مباراه لا تعبر نتيجتها عن سير المباراه مطلقا. كابتن شريف، تعادل ايجابي وللاسف خسرنا نقطتين كنا نستحقهم. هارلك النهارده بتلعب احسن كتير قوي من الفتره اللي فاتت كلها. انك تبقى متاخر بهدف وانك ترجع للمباراه تاني يبقى عندك فرصه كبيره انك انت تفوز كمان، فده تحسن ما في اذا كان في الروح او في الاداء. او انا شايف ان الشوط الثاني دايما كان النادي الاهلي بيبقى مش الاحسن، ولكن في المباراه دي الشوط الثاني الحقيقه زمام الامور كلها كانت في ايده. برضو برجع وبقول بعض التغييرات يا ايمن بتيجي متاخره شويه. تاني حاجه انا لازم في حاله تعويضيه ان انا بيحصل لي تاخر باخطاء مني انا اصلا، يعني انا الهدف اللي داخل فيا بخطا مني انا اصلا، فلازم انا ابقى رد فعلي ما طلعش مهاجم بمهاجم، يبقى عندي اتنين مهاجمين جوه الصندوق، لان انا مش ناقصني في الشوط الاولاني غير النقطه دي اللي احنا اتكلمنا عنها كلنا. عايزين اتنين يستقبلوا الكور، حتى المهاجم اللي كان بيلعب شادي بقى بينزل لتحت، طب احط بقى مهاجم كمان تاني لجوه على اساس تاني يقطع. وحسين الشحات عمل كل حاجه بس السبورت او المساعده او المسانده كان بتبقى بعيده، مفيش انهاء للهجمه السليم. الكره الوحيده اللي جبناها هدف في اول شوط اللي هي دي حسبوها اوف سايد، هي دي الحاجه الوحيده اللي هتاخد الجمله اللي اتعملت صح حتى واتلعبت. لقينا واحد واقف اللي هو كان سافيو على ما اعتقد وعملها ببطن رجله، جول سهل جدا وطريقه اسلوب اللعب سهله جدا. والمفروض كل اللعب يبقى كده، ان احنا بنروح على الطرف او بنروح ناحيه الخط او اي حاجه عشان نلعب كره عرضيه، مش يعني ما فيهاش، فلازم المنطقه دي تبقى على الاقل فيها اتنين تلاته. وانت ما جبتش في الدوري العام اي هدف غير بالاسلوب ده. حتى سافيو جات له كوره جابها جول لما كان لعب راس حربه الماتش اللي لعبه، جات له برده بنفس الطريقه دي بالعرضيات اللي كان فيه اتنين تلاته، وهو ده اللي مطلوب. فانك بتتاخر بهدف وترجع تاني حاجه جيده، ولكن انت عندك الحقيقه مش هقدر اقول ان في تقصير النهارده في اي حاجه، ولكن اعتقد ان انت عندك لظروف المباراه في اوقات معينه انك انت تقدر تشرك بعض اللاعبين بكثافه زي ما انت عايز بشكل جوه منطقه التهديف بعدد اكتر من كده. يعني لو هتشوف الماتش ده تاني وكمان هتلاقي التيمبو بتاعك او الايقاع بتاعك راجل اسمه ديانج ده قاطع كل الكور وباني هجمات، وحتى بالعكس عنده الحميه ان هو يعدي من واحد واثنين ثلاثه ويعمل لك الزياده العدديه اللي احنا بنطلبها من اللعيبه اللي على الاجناب والفراوده بتوعنا. لما تجي لك الكره واحد ضد واحد حاول ترقص، حاول يبقى عندك فرديات، حاول انك تفكر. لما واحد يبقى جاي عليا زي محمد هاني ده اديله الكره لازم افكر، مش اخد من محمد هاني والف، لا لازم افكر ان انا احطها لمحمد هاني تاني. تروح انا رايح على الجول وهشوط اطلع حسين الشحات من على اليمين. المجازفات والالعاب الريسكيه مش وانا مغلوب او مش وانا متاخر، لازم افكر في السليم. والحكايه سهله جدا، الباص السليم بهدف، الباص الواحد السليم بهدف. لو كل لاعب فينا لعب تحرك لو كل واحد فينا لعب كوره واحده وفكر صح في الماتش هتبقى هدف واثنين وثلاثه. فتاخيرك في المباراه اضاعه الوقت منك. اي فرقه بتلعبك بتضيع الوقت زي ما عايزه في حمايه الحكام، ولا هو فارق معاك كسبت ما كسبتش عامل لك ايه. والشوط الاولاني 10 دقايق رايحين اداك دقيقتين، راح اتكلم مع احمد سامي هو والحكم الرابع، دي لوحدها كان فيها دقيقه وشويه، راح مديك دقيقتين. يعني برضو في استفزاز في الملعب. محمد بسام زيه زي كل الحراس بينزلوا هو والهاني، وهو كل واحد هيلعبك هينزل له شويه في الارض ويرجع تاني ويبدأوا يلعبوا ضربة المرمى في دقيقتين ثلاثة، ولا تفرق ولا حد بيكلمهم ولا حد بيقولهم، حماية كاملة لأي فرقة بتلعبك في إضاعة الوقت. مش هنتكلم إن ده سببه بس كده، إنما برضو دي حالة بتفقدك، ضغوط عليك كلها، لما الوقت بيجري وأنا ما لعبتش كورة، طب أنا هعمل إيه؟ مش بدافع على فكرة، أنا مش بدافع، إنما أنا مستفز.
مستفز من الاسلوب، مستفز من الطريقه، وقوع اللعيبه، وبص ليه اللعيب نط وبيخش عليا انا ثلاثه بعد كده يبقى زي النار وما فيهوش اي حاجه، ويقع يقول لي اه يا كابتن. مفيش اي حمايه لاي فرقه بتلعب بهذا الشكل. فهو ده الدوري بتاعك، هو ده اللعيبه اللي هتلعبك، هو ده الشكل اللي انت هتشوفه بعد كده. لازم يبقى عندك حلول هجوميه تخلص لك احنا عدنا ساعتين بنتكلم قبل الماتش انك لازم تخلص الماتش في اول 10 دقائق ربع ساعه. ها، لازم يكون عندك الانياب الهجوميه اللي هي موجوده جوه خط ال 18 لاستغلال الفرص اللي بتجيلك والعرضيات. النهارده الراجل محمد هاني ده فايق جدا، واخطاء بسيطه جدا، مفيش حاجه خالص، بيعدي زي ما هو بيعمل عرضيات، مفيش حد، ده سهله جدا، ده انا ما بصدق اعدي في الحته دي وصدق اعمل ثغره واعمل هجمه من المنطقه دي. لازم يبقى عندي اتنين تلاته ناحية التانية مستنيني وبهدوء خالص، وشكرا يا طرف ان انت عملت كده والمجهود الكبير. ازاي بتوصل كل ده؟ لو تعد ونجيب الماتش ونتفرج عليه تاني هتلاقيك بتاع 30 مره وصلت النهارده بدون اي استثمار. المره اللي انا شاكك فيها كمان الاوفسايد اللي حسبوه ده في ليها وعليها، هيشوف بقى الكابتن هيقول لنا عليها كابتن ناصر، لكن خساره بصراحه طبعا. يعني بتقعد تتفرج على فرقتك النهارده بعد الماتش اللي فات بهذا الشكل، يعني خلي بالك مالكش حظ وتوفيق النهارده، في ماتشات لعبناها اقل من كده وكسبنا مش على المكسب النهارده. لا ما المكسب يفرق معانا، المكسب يفرق معانا. انت ما انا عارف طبعا، احنا قلنا احنا بنلعب ماتشات كؤوس، انت شكلك النهارده مش بتاع تعادل صحيح. ولا خساره الحقيقه. يعني ما في الشوط الاولاني قلت لك ايه، احنا مش هنخسر، مش يعني مش هنخسر يعني، احنا هنرجع للمباراه بس عايزين نرجع مباراه بدري، لو ما رجعناش بدري هتبقى في مشكله. فاللي بترجع عن طريق مليون كوره جت جوه ال 18 ومش يعني قفشه وحسين الشحات وقفشه، لو يبعدوا خطوه عن بعض ها هيفضل يصلح له الكوره، الثاني يروح حاططها ببطن رجله سهله جدا، او اي حد فهمتني بيفكر، اي حد. انا شايف ان الحكايه اداء مهمات شكليا، انما انا هنا بلعب سنتر فيرويد يعني المفروض باخد اتنين في ظهري ها، بحضر للناس اللي جايه ما اعرفش ايه، لازم يبقى فيه كلام، لازم يبقى فيه كلام مع الناس كتير قوي، ولازم يبقى فيه تحديد مهام عمليه. يعني لازم يبقى فيه شكل. احنا كنا بنتمرن كلنا نص التمرين عرضيات وبنروح على الجون كلنا، اللي بيجي من وينج ليفت واللي بيجي من وينج رايت، واللي لازم يبقى فيه احساس تدريبي على الموضوع ده. انا شايف ان عدم الاستقرار على راس حربة عامل لك مشكله كبيره نفسيه، مش عمليه بس، لا دي نفسيه. حتى الراجل اللي بينزل زي ما يكون بيقول لك انا مش عارف، انا مش عارف العب، انا مش عارف مطلوب مني ايه، انا كنت بلعب اسهل من كده. كنت بجيب جوان اسهل من كده والدنيا اسهل من كده، وكنا بنلعب برضو تحت ضغط والناس كلها بتقف لنا ورا، مفيش مشكله جديده، احنا ما عندناش مشكله جديده. انت كل المشكله اللي عندك جديده ان الفرق في اليوم ده بتبقى طمعانه انها تأدي جيد او تأدي كويس. راجل مدرب النهارده لو ما كانش كسب كان هيمشي. ايوه صح ولا انا غلط؟ النهارده على حسابه والنقطتين اللي احنا بنقول عليه، اللي بيجيب جون في الاهلي بيعيش، اللي بيتعادل مع النادي الاهلي بيعيش، انت فاهم قصدي ايه؟ فكل ده انت ما عندكش اي تقصير النهارده، غير ان الحقيقه الشكل الهجومي عندك لازم يتظبط تكتيكيا، وبيسموها ايه في الفرقه او هي نازله، لازم المفهوم ده موجود جوه الفرقه اللي هتبتدي بيه المباراه. صحيح. ان شاء الله الاداء ده بشويه حاجات صغيره كده ورجوع برضو بعد المصابين، عندنا برضو عندنا اصابات، عندنا ايقافات ولا ما اعرفش، اصابات كتير قوي، فالدنيا هتمشي بس ادام الروح دي موجوده والحياه ماشيه. معلش ما فيش حد قلنا هينعم بتيجي اتنين تعادل ورا بعض، هي دي اللي تبقى مش لطيف. كويس انه تعادل وخساره، لا يعني كويس ان التعادل تعادل. خلي بالك، خلي بال حضرتك التعادل بالنسبه لنا خساره، يعني احنا كنادي اهلي يعني انت زعلانين بالتاخر، هتبقى حتى لو المنافس كسب او اي حاجه هتلاقي انك ماشي بليفل واحد، نفس نقاط، نفس بتاع الفرق، اهداف او حاجه زي كده. انما الناس حاسه النهارده، مش انا بس او احنا بس، احنا حاسين النهارده ان احنا احسن كتير، زين في مسؤوليه كبيره، بس هو هعيدها واكررها تاني 300 مره، التنفيذ الهجومي داخل منطقه الجزاء دي شغل بقى الجهاز الفني.